خلينا نطلع على الانبوتس. كم انبوت كان عندي في مسألة الاند والاور؟ اثنين. خلينا اسميهم اكس 1 واكس 2، وراح افترض انه الحل موجود في الدايمنشن الثالث. ها، فكان عندي، لما كان عندي 0 0 خلينا احط ها نقطة بيضاء، الاوتبوت كان ايش لازم يطلع مثلا بحالة الاند؟ 0. لما كان عندي 1 0 بحالة الاند، 0 1 بحالة الاند، وايمتى طلع عندي 1 الاوتبوت؟ هل بدنا نرسم خط يفصل المنطقتين، خط واحد يفصل المنطقتين، خط مستقيم؟ مظبوط؟ طيب نشوف الاور، هذه اسمها لينير سيبربيلتي، ولذلك قدرت احلها بالبرسبترون، لانه هي عباره عن خط، وعلى فكره عن خط. ها؟ الاكس 1 زائد دبليو 1 بعدين حطيت عليه ستيب فانكشن او ساين او ثريشولد، هو عباره عن خط مستقيم مظبوط، وكانت السلوب تبعته 0.1 و0.1 اللي هي دبليو 1 ودبليو 2. طيب لو طلعنا على الاور 0 1 مظبوط 1 بقدر ارسم خط؟ معناها المفروض البرسبترون يحل لكم مشكلة الاور. طب نطلع على الاكسكلوسيف اور 0 1 ما في خط، مستحيل ارسم خط، بحتاج على الاقل خطين. وهون اذا كان مثلا هاي منطقة الحل فرضا، وهاي منطقة الحل مثلا، او عكس الحل، صفت هاي منطقة الحل وهاي منطقة الحل، او اذا بدك المنطقة اللي مش مظللة اللي هي منطقة الحل مثلا حسب الهاي. اوكي ماشي، انا عكسته، كان لازم احط منطقة الحل جوا هون. اه اوكي واضح. ممكن تكون مسألة لسه أصعب من هيك، يعني ممكن يكون عندي مثلا أنا هون حطيت إشي عجيب يعني، بس لا مضبوط؟ منطقة الحل صارت عقد، صار كله انا بطل خط مستقيم ينفع، صارت المشكلة عندي أصعب. ها؟ ولذلك بنحتاج أي لاير؟ الهيدن لاير. بحتاج يا 1 هيدن لاير يا 2 هيدن لاير.